في الفيديو ده هنتكلم عن الويند اناليسز اللي ممكن تتعمل للموديل اللي طالع من ريفيت او من اي سوفت وير بشكل عام، عشان الجزء ده مش ريليتد لبيم، بس الجزء ده ريليتد لسوفت وير هنتكلم عنه في الفيديو ده. السوفت وير ده اسمه اوتوديسك سي اف دي، والسوفت وير ده مش التارجت بتاعه ان يعمل ويند اناليسز. السوفت وير ده بيعمل فولو، خلينا نقول حاجه ليها علاقه بالفولو بتاع اي ليكويدز او اي سوائل او اي غازات بشكل عام. هو معمول عشان ديزاين الفابريكيشن بتاع المودلز للعربيات او المودلز خلينا نقول الكريتيكال بوينتس، بيكتشفها نتيجة حركة الهواء او حركة السوائل او اي حاجة. هو بيعمل، خلينا نقول هو بيعمل سيميليشن لاي ماتيريال ممكن تعمل لها فولو بنسبة كبيرة، مش بيعمل بس للويند. فاحنا بنتعامل معاه الاول ان احنا بنبتدي نبص على البيب مودل ونجهز البيب مودل بتاعنا طبقا للإيديت اللي احنا عايزين نعمله. احنا هنجرب مثلا السامبل ديت على 3 مودلز ديت، المودل دوت وممكن المودل دوت وممكن المودل دوت، باعتبار المودلز دي اللي ممكن يكون معمول في الديزاين بتاعتها خلخله شويه عشان تبدا تعمل فنتليشن للمناطق اللي جوه. الكلام دوت انت عايز تدرس الكواليتي بتاعت الهواء اللي موجوده جوه. اول حاجه، ودي اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، انت عشان تعرف القوه بتاعت الهواء اللي جاي على المبنى دوت بنسبه كبيره، انت مجبر تشوف هنا في الجزء بتاع اللوكيشن بتاع المشروع الويند روز بتاعتك، لان دي هتاثر شويه على سرعه الهواء والدايركشن بتاعه. خلينا نفترض ان هتتعمل اناليسز دي طبقا البروجكت دوت واللوكيشن دوت. هنعتبر مثلا ان البروجكت دوت الويند روز بتاعته شكلها بالنسبه للشكل دوت، واغلب الرياح خلينا نقول دايركت مؤقتا جايه من دايركشن الشمال، والرياح اللي جايه من دايركشن الشمال هاخد مثلا الافريج بتاعها اللي في النص دوت، السرعه بتاعته ممكن تكون 16 او خلينا نقول 19، خلاص خلينا نقول 19 كيلو متر بير اور. اوكي، لو مسكنا الفاليوز دي وجينا هنا قلنا عايزين نجهز فايلر ريفت. فايلر ريفت عشان يقدر يعمل سيميليشن للموديل دوت، هنتكلم في حاجه مهمه شويه، انك بيفضل او مش بيفضل، انت لازم قبل ما تبعت الموديل دوت لاوتوديسك سي اف دي لازم تبص في التوب وترسم ماس جديده. الماس ديت هنعملها عباره بس عن بوكس، البوكس دوت ريليتد للدايركشن والروتيشن بتاع الهواء اللي انت عايزه. يعني افترضت الهواء جاي من اتجاه الشمال، خلاص يبقى ارسم بوكس كده من اتجاه الشمال بالشكل دوت. خلينا نقول دي الاريا اللي هتعمل عليها الاناليسيس بتاعتك اللي انت مش هتخرج دراسه براها. امسك الاريا دي واعمل لها كرييت سوليد، وممكن في الحاله دي تفترض ايوه هي هتبدا من ليفل 0، فبص في الاليفيشن وخلي الارتفاع بتاعها اي ارتفاع وشغل واير فريم. خلاص هي كده بادئه من الارض، اظبط بس ان البيس بتاعها يبقى مع البيس بتاع المبنى. اوكي، والموديل دوت هدوس شيدد وادوس فينش. الماس دي مهمه جدا، همسك الماس دي وادوس كنترول سي واحط الماس ديت زي ما هي في التو مودلز التانيين هنا بيست align to selected level في level 0. check برضو ان السايز صح، check ان اللوكيشن صح. هفترض انا عايزها برضو من north، وافترض ان دي الاريا اللي هيبقى جاي فيها الهواء، ممكن اصغر دي شوية لو عايز، باعتبار ان الموضوع مش مهم شوية. بعد كده check في elevation ان first level بتاعك هو first level بتاعه. بعد كده تعالى افتح الكتلة، اعمل بيست align to selected level. الواجهات ديت الفتحات دي في اتجاه الشمال، فالفتحات دي متصور ان هي هتجيبها في الدايركشن دوت، فاعمل بيست align to selected level واحطها في ليفل 0 مثلا، واعمل نفس الكلام تشيك في الاليفيشن ان الهايب بتاع دوت بادئ من الزيرو بتاع المبنى. خلاص اوكي، دي كده الثري مودلز اللي انا بعمل لها تيست للفنتليشن او التهويه بنسبه كبيره. الموضوع هنا بيتعمل الكونسبشوال ماس. اول حاجه هبدا اعملها ان انا همسك كل كتله من دول واعمل لها تشيك، بس الاول هسمي دي موديل 1، بعمل لها فايل اكسبورت، وهعمل اكسبورت لثلاثه مره واحده وابدا استخدمه هناك، اكسبورت كاد، والاكستنشن اللي بحتاجه هناك ان انا بخرج الموديل دوت سات موديل. سات موديل هطلع الموديل دوت اكستنشن سات، وهعمل نيكست وهطلعه مثلا في الديسكتوب باسم 01 مثلا، ده موديل رقم 1. بعد كده فايل
اكسبورت للتاني، اكسبورت كاد سات، وهخلي دوت نكست فايل 02. بعد كده هاجي على التالت، فايل اكسبورت سات، واطلع فايل دوت سات 03. لازم اطلع اكسبورت من 3 دي فيو. اوكي، دول كده 3 مودلز اللي انا عايز اعمل وين سيميليشن عنهم. ده 3، ده 2، ده 1. في الحاله ديت هنفتح اوتو ديسك سي اف دي. في الحاله ديت عايز تفتح المودلز اللي انت عملتها، فخلينا نعمل فولدر هنا جديد نسميه W01، ونحط فيه ال 3 مودلز دول عشان نعرف نشتغل عليهم. بعد كده بتيجي هنا، خلينا نقول الريزلتس اللي هتطلع في الغالب ممكن تطلع انيميشن او ممكن تطلع فيديو. لو انيميشن بفضل انك تعمل ريكورد سكرين، تنزل ابلكيشن زي سوفت وير زي سناجت اللي احنا شغالين بيه وتعمل سيميليشن ليها، مع ان الموضوع بيكون تقيل جدا في السيميليشن بتاعه. بس اوفر اول اول مرحله هتكلم فيها انك تطلع الاكسبورت عباره عن ايمجز بس. في الحاله ديت البدايه انك بتبدا تعمل نيو موديل، والنيو موديل بتختار الموديل بتاعك اللي هو بيطلب منك اكستنشن سات اللي هو ممكن يكون موجود في الديسكتوب في الفولدر اللي اسمه W01، واختار موديل 01. في الحاله ديت هسمي الموديل بتاعي، هسميه دوت كيس O1. وفي الحاله ديت بعمل حاجه اسمها موديل دايجنوستيك، وادوس عليها عشان يبدا يحلل الموديل بتاعي ويعمل عليه تشيك قبل ما يبدا يدخله للسيميليشن بتاعتي. بعد ما بيخلص التشيك دوت الريبورت اللي بيطلع بتاع بارتس بدوس فينش كده، هدخل على السيت اب. في حاجه سخيفه شويه ان الروتيشن هنا، ودي حاجه ملهاش حل لان هو هنا مش شغال على اركتشر موديل. الجزء هنا اللي ممكن ما يتظبطش شويه، خلاص انت كده شغال بالسيرفس والجزء دوت عادي بيبقى كول ما بتعملش فيه اي حاجه. سكيب، انت هنا شغال على الموديل دوت على ان هو جيومتري بشكل عام. مهم جدا هنا انك لازم برضو تعمل ساين ان على اكونت اوتو ديسك، لان ممكن السيميليشن تتعمل هنا او تتعمل اونلاين. اللي بيتم هنا بمنتهى بساطه انك بتسلكت الموديل الاول ولازم تدخله ماتيريال، ودي فايز نمبر 1، وده مهم جدا في السيميليشن اللي هيتعمل. ان انت تفترض البوكس اللي بره دوت كله، لو جيت هنا قفلت دوت، دي البارتس بتاعت الموديل كلهم بارت 1. اوكي، ولو جيت هنا عملت سيلكت هتلاقي هو باين شويه، يعني باين شويه ان النيمنج بتاع ده مختلف عن الباقيين كلهم، هما كلهم بارت جو بارت 1. دوت الموديل اللي لوحده ممكن تدوس رايت كليك عليه وتعمل فيه اديت وتحدد الماتيريال بتاعته. الماتيريال بتاعته ان هي عباره عن جزء العراق عن ليد، والماتيريال بتاعته اير، خليها اير زي ما هي. اختار ان هو جزء مش سوليد والماتيريال بتاعته اير، وممكن تدوس ابلاي، وممكن تحتاج الجزء دوت مجرد ما اخترت له ماتيريال بقى فيه تو ماتيريالز مرئيين اير وان اسايند. ممكن عشان تشوف الموديل هتلاقي هنا حاطه ماتيريال اير، ممكن تمسكها وتدوس رايت كليك وتقول له باين لي ديت اوت لاين. ده كده الموديل اللي بره. ممكن تمسك الباقيين كلهم وتدوس رايت كليك وتعمل اديت، والباقيين كلهم في الغالب في كل الموديل الاركتشر بتفترض ان هم سوليد، بتفترض السوليد بتاع الماتيريال بتاعته ممكن تكون بريك. في الحاله دي انت عملت الموديل عباره عن تو ماتيريال، ولازم هو يفهم ان هم تو ماتيريال. بعد كده المفروض بتحدد في الموديل دوت الدايركشن بتاع الهواء والقوه بتاعه الهواء اللي هتكون موجوده. الكلام ده بيتم ان البوكس اللي انت مفترضه هناك معمول عشان تحدد ان دوت زي موديل، والموديل دوت بتحدد المكان اللي هيبوش الهواء والمكان اللي هياخد الهواء من الموديل. ففي الحاله دي انت بتفكر ان انا افترضت ان الواجهه عندي في اتجاه النورث اللي فيها الاليفيشن ديت هي دي الواجهه اللي هقدر اعمل لها سيلكت للباوندري بتاعها، ولما ادوس اديت فيها اقدر احدد في الاديت التايب بتاعها. الجزء دوت المفروض ان هو التايب بتاعته عباره عن حاجه ليها فولو، والفولو بتاعها هيتقاس طبقا اللي موجود هناك كيلومتر بير اور، او نفتكر اللي كان موجود في ده بتاعت الويند هنا، هو هنا كان شغال كيلومتر بير اور. اوكي، بعد كده هو عباره عن رياح عادي، فهتدخل التايم بتاعها وهتدخل الميثود، هو مستنيك تحت تدخل السبيد بتاعتها. المفروض الرياح ديت تشتغل بكيلومتر بير اور، وهيبقى الفولو بتاعها عادي، والمفروض السبيد بتاعتها لما تدخل هيدخل هنا افترضنا ان احنا هنمشيها 20. في الحاله دي هندوس اوكي.
في الحاله ديت السيرفيس دوت اللي هيضخ الهواء. في الحاله ديت فاضل جزء تاني يشد الهواء بتاع الموديل. في الحاله ديت بختار السيرفيس تاني، وممكن يبقى اكتر من سيرفيس بسرعه برضو. الروتيشن هتلاقيه صعب جدا، فاستخدمه في الغالب الكيوب. الكيوب هيبقى اسهل كتير. هاجي في سيرفيس تاني، سيلكت سيرفيس، واعمل فيه اديت، واجي هنا اقول له التايب بتاعه هيكون حاجه ريليتد للبريشر. ده هيسحب وهيكون البريشر بتاعه قيمته زيرو، فالمفروض ده الجزء اللي هيسحب الهواء. في الحاله ديت انت تعتبر جهزت الموديل عندك بسرعه الرياح اللي موجوده والدايركشن بتاعها والدايركشن بتاع البريشر، ووصفت الماتيريال بتاع الموديل. دول المين تو ستيبس اللي انت بتجهزهم عشان تقدر تشتغل الموديل بتاعك. بعد كده تدخل في ثاني جزء، الجزء بتاع انك عايز تعمل سولف للكلام دوت. السولف بتاع الكلام دوت بيبقى ليه اتريشن المفروض يتعمل، هو هيران كام مره. وفي الحاله ديت هو هيعمل ران دوت 100، وده كويس، ممكن يعمله على الكمبيوتر بتاعك، او ممكن، وده هنتكلم عن اهميه الاكونت، ممكن يعمله على سيرفر اونلاين. اوكي، سيرفر اونلاين هتقول له كلاود، وهيبدا يعمل ريندر، والريزلت هتبان عندك في حاجه تحت هنا بتتسمى سيميليشن جوب مانجر. فمجرد ما تبداها هتبان عندك، او ممكن في الكونديشن دي هجرب اعملها على الكمبيوتر عشان ابان البروسيس بتبقى عباره عن ايه. هو عنده 100 فريم، اول ما اقول له solve على my computer هيبدأ يكالكوليت الموديل وهيبدأ يطلع الريزلت. هنبوز لحد ما يخلص الريزلت. نرجع للموديل بتاعنا. المفروض الفيديو دوت او يعني خلينا نقول الاتريشنز دي تمت في حوالي نص ساعة. انا بس حاولت ابين لكم الفاليو بتاع الوقت، لان كده كده بعد كده هستخدم تكنيك تاني ممكن يكون اسرع قوي ان انا اقلل الاتريشنز بحيث ان هو يكون اسرع شوية. اوفرول هو بيعمل ايه؟ هو بيبدأ يحس بالسيكونس من اول النقطة اللي هيطلع منها ضغط الهواء لحد النقطة بتاعة الفاينل اللي هي بتاعة البريشر، ويبدأ يقعد يعلي الكواليتي بتاعته بحيث ان هو بيكون متخيل. هنا هتلاقي هنا الفورم كامل، لان ده مكان ضغط الهواء، ودي الريزلت كاملة. اللي بيحصل على جنب هنا غير الماتيريال، ان غير السيناريو، لو قفلت الماتيريال في سيناريو هتلاقي بقى عندك تحت حاجة ريليتد للريزلت. ايه؟ لو قفلت دول كلهم مالناش دعوة بيهم. الريزلت دي مقسومة جزئين، ريزلت ريتد للماتيريال اير وريزلت للماتيريال بريك. ممكن تمسك الريزلت ريتد للماتيريال اير دي وتدوس رايت كليك وتخليها مثلا اوت لاين. في الحاله دي اتحولت لاوت لاين، ففضل عندك الجزء اللي جوه. الجزء اللي جوه ده تقدر تشوف الريزلت بتاعته عادي خالص وانت شغال، عن طريق انت تشوف البارتس او تشوف الحاجه المين اللي ممكن تبان لك ان انت ممكن تكون محتاجها، ان انت عايز تشوف في كل الحالات الفلتريشن اللي هيتم بتاع البلان. خلينا نشوف من دايركشن نورث عشان تفهموا الفكره. النورث في الدايركشن دوت، فالمفروض الهواء جاي من الدايركشن دوت. في الحاله ديت اكتر حاجه بتكون كويسه وممكن تكون حلوه شويه تقدر تبين لك التحليل، انك تبين بلان. والبلان دوت لما بيجي يتعمل بيبان اول ما بتعمل اد بلان، وهو هنا شغال على اللاست 100 اتريشن. ولو بصيت هنا هتلاقي الدايركشن بتاعها المفروض جاي من هنا، المفروض السرعه بتاعته هي ديت. هو حول الموضوع لسنتيمتر بير سكند، وحول شكل السكشن بالشكل دوت، اللي هو لو بصيت في فرونت تقدر تشوف الموديل وشكل حركه الهواء عنده بالشكل دوت. هنلاحظ هنا اول حاجه ان هو بيبدا يدرس اماكن الضغط العالي واماكن الضغط الواطي بالنسبه للمبنى وبالنسبه لحركه الهواء ديت. تاني حاجه هنلاحظها شويه، او لو عايز تشوف الموديل دوت او التحليل بتاعه بتكنيك ممكن يكون احسن شويه، ممكن تخفي المبنى اصلا. يعني ممكن عشان تحس بالمبنى دوس رايت كليك على المبنى وخلي المبنى يبان هو كمان اوت لاين. في الحاله ديت هتلاقي شكل الموديل. ثانيه، في الحالة دي هتلاقي شكل الموديل بقى عامل كده بحيث انك تقدر تشوف شكل المبنى من جوه بقى عامل ازاي، فتحس ان ده فيه هنا هوا هيعدي وفيه فلتريشن للهوا هيعدي في المنطقة ديت. الموضوع دوت ممكن تستعمله وبعد كده تتحكم في البلان دوت منطقة منطقة قبل ما تعمله اكسبورت. يعني ممكن تيجي هنا وتقول له خلاص هات لي البلان دوت، هتلاقي هنا في الريزلتس بدأ يبان تحت ان في بلان اتعمل. البلان دوت ما كانش موجود من شوية، او لما تمسكه وتعمل فيه ايديت هتلاقي هنا حاجة اسمها ايديت. فالإيديت دوت ينفع تغير أكتر من حاجة، ينفع تغير اللوكيشن اللي البلان بيقطع فيه، فتشوف الدايركشن بتاع كل بلان. الموضوع هنا بيشتغل سموث وبسرعة، لأن هو أوريدي عامل الكيوب دوت كله فوليوم 3D، فيعتبر بيقطع السكشن ده عشان يبين لك شكل السكشن بتاعه بشكل عام. أوكي، فده طبعا عامل فلتريشن للهواء جوه، بس لو بصيته يعني الهواء طبقا للضغط بتاعه في المنطقة اللي جوه الضغط بتاعه مش عالي قوي، ده بل حتى الضغط بتاعه ممكن يكون قليل خالص في بعض المناطق. اوكي، ولو عايز تشوف شكل البلان بتاع دوت انت ممكن تعمل روتيشن في الدايركشن دوت بحيث انك تعمل روتيشن بزاوية 90، فتقدر تتحرك دي في البلان اللي تحت كده. في الحالة دي هتحس بمناطق العادية
مناطق الفنتريشن. الحاله دي ممكن تقول ان الفويدز اللي اتعملت في الكتله دي بدات تعمل مناطق فنتريشن، بس الفنتريشن بتاعها لو جيت تبص عليه السبيد بتاعته تعتبر ضعيف قوي بالنسبه لحركه الهواء، يعني يعتبر المناطق دي متهويه كويس شويه. ده الجنب كمان ممكن يكون واخد ريت في الهواء احسن من المناطق اللي في النص دي. المناطق اللي في النص ديت متوسط سرعه الهواء فيها تعتبر قليله خالص، او بدأ مقربه من الجريدينت اللي ممكن تقرب من البلو. اوكي، فيعتبر في فنتريشن جوه بس الكواليتي بتاعته ممكن ما تبقاش عاليه قوي. وفي الحاله ديت هنقول انك ممكن تغير الديستنس بتاعت الكات، او تغير الجزء التاني بتاع الانجل. وفي الانجل لو انت مش عايز تلف في الدايركشن دوت، يعني مثلا لو انا بتكلم ان انا لافف بزاويه زيرو، فلا عندي بقت في الدايركشن دوت. لو عايز تقطع السكشن في دايركشن تاني هورزونتال، عدل بس الاكسس بتاع الروتيشن، مثلا خليه اكس والغي الواي. في الحاله دي هتلاقي لما بتعمل روتيشن بيلف. اوكي، خلينا نلغي الواي ونخليها زد. في الحاله ديت المفروض هتلاقي الروتيشن بيلف في دايركشن تاني لو عايز تشوف شكل السكشن من دايركشن تاني. في الحاله ديت انت بتحلل شكل البلان بتاعك في كل الدايركشنز اللي انت عايزها، وتقدر تعمل له موف بحيث انك تشوفه او تشوف شكل القطاع بتاع تحليل الهواء على المبنى دوت. حاجه كمان مهمه شويه غير دوت، انت ممكن تستخدم، هدوس كنترول زد مرتين، لو عندك منطقه معينه عايز تدرس فيها فولو الهواء بتكنيك ادق شويه، عندك اوبشن انك مثلا لو بصيت في فرونت هنا وعايز تدرس الهواء اللي هيعدي في المنطقه دي بالظبط هيروح فين، ممكن تشغل هنا انك تشغل الجزء اللي بيبين لك الارز، وفي الحاله دي تقدر تعمل اد. وفي الحاله ديت محدش خالص لما يعمل اد يرسم سيلكشن كتير، انت بترسم مساحه صغيره. يعني مثلا انا افترض عايز اشوف الارز دي، فهرسم الاريا دي وارسم الاريا دي كده، كفايه جدا كده. بعد كده ادوس كليك. في الحاله ديت هيجيب لك الفولو بتاع الاسهم دوت وحركته، ان هو دوت الفولو بتاع الاسهم دوت في المنطقه دي، والاسهم دي معمول لها كالرينج كمان طبقا للشكل بتاعها. لو خفيت البلان هايد اوتلاين هتلاقي بدأ يبان عندك الفولو بتاع حركة الهواء في المنطقة دي بالشكل دوت. اوكي، ده كده يعتبر اول، او خلينا نقول المين تو ريزلتس اللي انت محتاجهم، الفولو بتاع الهواء. الجزء بتاع الاسهم دوت ما ينفعش يزيد خالص عن الكمية دي، انت بس بتجرب منطقة عشان تشوف الفولو هنا، في شوية دخلوا جوه في شوية طلعوا بره، تقدر تحط شوت وتبتدي تدرس الجزء دوت. والجزء دوت مثلا ممكن نخلي السوليد يبان بكونسبت مختلف عشان اقدر احس بالموديل بتاعي. ده كده اول جزء ازاي ادخل موديل، وازاي الموديل دوت اقدر اشوف الريزلت بتاعته بالشكل دوت. في الحاله دي هيبان عندك الفولو بتاع حركه الهواء جوه الموديل. ده كده اول جزء.